قول لي الامتحان كان عندك امتحان ايه النهارده وعامل ايه الامتحان؟ امتحان احياء والله، يعني مستوى الامتحان مستوى الطالب المذاكر يعني. كان في اي نقط صعبه قدامك؟ لا يا دكتور كفايه بس سؤالين ولا حاجه يعني، بس وباقي الامتحان يعني ما شاء الله عليك. كان عندك امتحان ايه النهارده وعملت في امتحان؟ عندنا فرنساوي واحياء، ويعني في الفرنساوي في تركيه كده حاجه بيعتمد على انك تحفظ حاجات الاحياء، يعني الاحياء سهل مش فكره يعني حلوه، هو الدنيا حلوه وكلام تمام. كان عندك امتحان ايه النهارده وعملت في الامتحان؟ كان عندي امتحان الماني واحياء والاثنين بس انا ما شاء الله مش فاهم فيهم اي حاجه، الامتحان اصلا صعب ما يتحلش.